السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، من معي عفوا؟ معك أبو الخلفاء الأربعة. أقبض. يلا تفضل أبو الخلفاء، حياك الله، تفضل. أحلى تنسانا حجي بدون. إيش؟ أنا سعيد بكم جميعاً. هل النبي يسب؟ هل النبي يسب؟ سؤال الأخت تقول هذا هذا أنت تقبل تقول تقبل إنه يمرخ كرامتك بالأرض النبي يسب ويلعن، هل هذه رحمة رفعة كما قال الشيخ أبو عائشة النووي؟ تفضل. أولا الكاتب يروي عن النواصب، الكاتب يروي عن النواصب. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني ما في واحد يجيب عن الموضوع. يا أخونا 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 مفضل، ما معنى كلمة نواصب أستاذ الكريم أو ناصبي؟ ما معنى كافي يروي عن النواصب أستاذ الكريم؟ ما معنى مصطلح نواصب رجاء؟ شيوخ الكافي النواصب تكلم. هذا ما تعنيه كلمة نواصب؟ نواصب يروي عن ما معنى كلمة أستاذي الكريم؟ رجاء رجاء ركز معي شوي، اهدأ اهدأ، خذ نفس شهيق زفير، ثم أستاذي الكريم أجبني، سؤالي سهل وبسيط سأعيده بهدوء، ما معنى كلمة نواصب أو ناصبي؟ كدعني هو البغض لسيدنا علي رضي الله عنه. الله سيدنا لأي لمن لمن سيدنا من؟ علي رضي الله عنه. والبغض للنبي ماذا يسمى؟ البغض للنبي يبغضونه الشيعة. أستاذي الكريم ما بهمني، أنا اسمعني، أنا أريد أتعلم منك حفظك الله ورعاك، أنا أريد أتعلم منك، أتمنى تجاوبني. البغض، من كان يبغض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نسميه؟ لا نجد مسلما على وجه الأرض يبغض النبي. يا أخي ما دخلنا في مسلم ولا غير مسلم، أي شخص يبغض النبي مهما كانت ديانته، لونه، عرقه، جنسه، جنسيته، هذا الشخص الذي يبغض النبي ماذا نسميه؟ النبي يبغضونه الكفار لا يبغضونه المسلمون. كافر يعني قلت كافر. 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 نعم. ومن يتهم النبي بأنه يسب ويلعن ويشتم ويسب يتيمة أو يدعو عليها بغير حق، وأنت تعرف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حق اليتامى، قال وأما اليتيمة فلا تقهر، وهذه اليتيمة عادت باكية إلى أمها تشكو إليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليها، ماذا نسميه من يقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله؟ يلا جاوب. أنا جاوب، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام سب اليتيم، اعطيني دليل على أن الرسول سب اليتيم. يلا جهزي. دليل على أن الرسول سب اليتيم. اسمع يلا اسمع. حاضر يلا اسمع. تعطيك الحديث الآن. نعم. الحديث موجود أمامي إن شاء الله، وإذا أردتم ها هو موجود، إذا أردتم أعرضه عليكم أو أنتم خذوا الحديث، سأعطيكم رقم الحديث والمصدر. إيه وانظر الكتاب، خلي الكتاب على الشاشة هكذا هتشوفوا بعدين أخفضي وأقرأي. الله هذا الحديث سبحان الله، حتى الشيعيات والمتشيعات شوفوا الله أكبر، شوفوا الشيعي بن دليل أولاد علي، وهذا عنوان الكتاب الله أكبر. قروا أعينكم به، صحيح مسلم. أستاذي الكريم سأعطيك أو سأقرأ لك هذا الحديث، أنت قلت أتحداكم، والله ما تحدى شيعة علي بن أبي طالب شخص وفاز إلا وهزم شر هزيمة، لذلك اسمع هذا الرد أستاذي الكريم. صحيح مسلم الحديث رقم 2603، ماذا يقول عن أنس بن مالك؟ قال كان عند أمي سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليتيمة فقال لها، افتح أذناك أخي الكريم ماذا واسمع ماذا قال النبي لهذه اليتيمة عندكم في كتبكم، ها أنا لا أعترف بهذا القول، قال أنت هي
لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت الجارية دعا علي النبي صلى الله عليه وآله. ماذا قالت؟ دعا علي النبي صلى الله عليه وآله ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ نبيكم يدعو على اليتامى أستاذي الكريم. انظر ماذا أجابها وكيف. نعم كمل الحديث. إيه رح أكمل، والله لا أكمله لآخر كلمة بإذن الله تعالى. أنت تريد تجد ثغرة لتخرج، لا اسمع، أنت رح تجيك بلاوي إذا كملت. أنا أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله، يعني حتى لما راحت تسأله مسكينة أرملة يتيمتها جاءت تشكو لها من رسول الله دعا عليها، ذهبت تسأله يا رسول الله أدعوت على يتيمتي؟ صار يضحك عليها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله، حاش سيدي ومولاي، ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أنا اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس، اسمع، ليس لها بأهل. ليس نبيك يدعو ويشتم ويسب الناس وهم ليسوا أهلا لذلك السب أو الشتم أو اللعن، أن تجعلها له طهورا وزكاة. والله ما أريد طهارة والزكاة بتاعك هذه اللي تحدث عنها، أنا أريد كرامتي أولى، والزكاة والطهارة أنا أجيبهم بنفسي. لماذا خلقت أنا في هذه الدنيا؟ أنا خلقت لأصلي، لأعبد الله، أزكي، أصوم، أحج، أقول كلمة طيبة، أبتسم في وجه شخص، وهي صدقة جعلها الله لنا كي يسهل علينا جمع الحسنات. إذا كنتم فقراء للحسنات وكنتم فقراء للفضائل فلا تتهموا النبي رجاءً، ولا تجيبون فضائلكم، الأصحاب يجيبوا فضائلهم من النساء، والله فلان تزوج من بنت علي بن أبي طالب، لكم الشرف طبعا، أعرف أنه شرف لهم، فلان تزوج من بنت النبي، وفلان حتى رجالكم، رجال عندكم يأخذون فضائلهم من النساء، يأخذون فضائلهم من نساء أهل البيت. وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. أنهيت الحديث أستاذي الكريم، تفضل جاوبني على ما ذكرت الآن. ألم تتحداني قبل قليل وتقول لي أتحداك أن تأتيني بحديث شتم فيه النبي أو دعا فيه النبي على يتيمة؟ تفضل أستاذي الكريم، هذا هو الحديث، وقد دعا نبيك على يتيمة وقهرها هي ووالدتها وأبكى عينها، أبكى يتيمة. تفضل أستاذ الكريم جاوبني، يلا تفضل. طيب المعصوم عندكم؟ المعصوم عندنا؟ صوتي مكتوم الآن. نعم؟ أجاوبك. أعد ما قلت رجاء. الله سبحانه وتعالى أعطى عهد للرسول، عهده والله سبحانه وتعالى. دين كوميدي والله، دينكم كوميدي من الأساس. ولك تقول لك يتيمة قاعد تمشي بالشارع، من أغضب؟ لحظة افهم. أيما مسلم، أنا بشر، اسمع، بشر أرضى وأغضب. يتيمة تمشي بالشارع أغضبها، سوت له شنو؟ بيش أغضبتها حتى يدعى عليها؟ إيه تعاي أجدت دعا عليها، شو مسويها؟ أنتم تهربون من رحمة الرسول يا رب. أفهم أخونا، أفهم أرجوك أفهم.
هذا وضح لك هذا وتتكلم. يقول لك أنتم تهربون من رحمة الرسول. يا سيد قول إنه النبي سباب لعان فاحش بذيء فأنت بالرحمة، إذا ترفضها يعني ترافض الرسول. تفضل. طيب أخواني، اثنين دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله أغضباه سبهما ولعنه، هاي نمشيها لكم خليها صفحة. معاوية ودع عليه ثلاث مرات أغضبه قال لا أشبع الله كرشة، نمشيها لكم زين. لا لا بطنة مش كرشة. هو عنده كرش. المهم بطنة من شان بعدين صارت. المهم أبنية طفلة جاي تمشي بالشعر ما مسوي شيء زين، أغضب. هو شي يقولهم بالحديث أنا بشر أرضى وأغضب زين، يعني إذا ترضيت تكلمت وإذا غضبت تكلمت، يعني هاي أغضبته زين. بيش أغضبته؟ طفلة تمشي بالشارع صاح لها ما يمه ها زين أجدته، يعني ما كبرتي إحجارة شي كل شي ما سويت كل شي ما مسوية كبرتي لا كبرت سنك وخلها تمشي. ذنبها الوحيد انها كبرت في السن، هذا هو ذنبها. تفضل. يعني بالله عليكم حاشا للرسول، هذا تصرف مال واحد مجنون والله مو عاقل. يعني بتجي له واحد في الشارع ما مسوي لا ماربي لا مكلمه لا مسولف وياه ويدعو عليه هو مش ولكم انتم عقال أفيقوا. يعني الان انت خليتني بحيره، يعني معاويه ياكل ويكبر كرشه حلال وهاي البنيه تاكل وهي تكبر حرام، ليش؟ عجيب والله يا حج، عجيب هذا الدين والله العظيم، هذا دين كوميدي قسم بالله العظيم. يعني والله كوميدي. أنا أقول ذول أهل الكرشة والجماعة أهل البطن والجماعة، معقولة؟ معقولة إلى هالدرجة وصلت؟ يتيمة أخونا شيء النواصب ها يتيمة والله أنت في يروي عن النواصب. شلون؟ شوف هذا يقول عدت إلى النواصب أستاذي الكريم، أعيد إليك السؤال، ماذا نسمي من اتهم النبي أنه سباب لعان وبدون أخلاق؟ ماذا نسميه؟ ماذا نسمي هذا الشخص؟ طيب أرجو أن تجيب عن الموضوع الله يبارك فيك، بس خلي أخذ الشيخ أبو الحسن، الشيخ أبو حسن وبعدين أختنا. فضل الشيخ أبو حسن. جينا راح أبو عائشة. أبقى 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 يجي مالك علاقة يجي لحظة خلي أخذ هذا الأخ. أظن من الجزائر ولا مين؟